مؤسس بنود الكاراتي أسس في 2002 تحت شرف أستاذ خالد الغناي، وفي هذه الفترة من 2002 إلى 2011 حققت المدرسة مكاسب كبيرة من بطولات وفي هذه اللعبة، والحقيقة معروفة مكانتها في بين الأندية الرياضية، ولكن للأسف بسبب ظروف الحرب تم إقفال المدرسة لمدة 7 سنوات، ولكن الحمد لله اليوم بجهد أستاذ خالد الغناي والشباب الرياضيين القدامى استطعنا إعادة فتح هذه المدرسة. ولكن للاسف لم نتلقى اي دعم من اي مؤسسات للدوله او مؤسسات المجتمع المدني، لا من الشباب والرياضه لا من المجلس المحلي، فنتمنى وقوفهم بجانبنا لاحياء هذه المدرسه واعاده هذه المؤسسه العريقه الى سابق عهدها، ولكن للاسف لا يوجد استجابه، فنتمنى الحقيقه ان توصل صوتنا لهذه الجهات المسؤوله لاعاده هذه المؤسسه التي اصبحت الان يعني متنفس لأطفالي وأبنائي في هذه المدينة في ظل غياب أي متنفس لهم في أي مكان ثاني، والحقيقة يعني في ندرة وقلة الألعاب الفردية، فأرجو
طبعا من مؤسسات المجتمع المدني وكل الجهات المسؤوله في الدوله انها حتى يجوا يعني ونستضيفوهم بيناتنا هنا ويشوفوا الزخم الموجود والاقبال من الاطفال وابناء المدينه، والحقيقه حتى تشجيع ممكن يكون حتى بالكلمه، فلم نجد حتى تشجيع حتى بالكلمه. شكرا وبارك الله فيكم.